ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وفيديو جديد، وفيديو النهارده هعمل معاكم ريفيو عن المنتج ده. ده مزيل الصدى، يعني اي حاجه عليها الصدى المفروض ان ده يشيل الصدى من عليها. مرسوم عليه بقى قفل، مسمار، عربيه، حنفيه، اي حاجه ستانلس او اي حاجه مفروض ان عليها صدى ده هيشيل الصدى. انا جربته قبل كده على حنفيه كان فيها النقط لونها بني من تحت كده، مطرح ما بتنزل المية كتير عليها بتعمل صدى حوالين الحنفية، وبصراحة يعني اثبت كفاءته وجدارته حلو جدا، اللي انا بقيت مبهورة بيه. فانا قلت هوريه لكم النهاردة، بس مش هوريه لكم على الحنفية، هوريه لكم على الصينية دي. الصينية دي من الحاجات اللي انا بحبها جدا، مهما اجيب برجع ليها تاني، يعني بحب شكلها. لقيتها مرة واحدة عملت الشكل البني ده، فهجربه معاكم وهشوف بقى هيطلع الصدى من على الصينية كمان ولا لا. طريقة الاستخدام بتاعه، بنرجه قبل ما بنرش، وهرش على الصينية. ومكتوب على العبوة لو انا عايزة افضل النتائج اسيبه دقائق، يعني مش كاتبين وقت قد ايه بس كاتبين دقائق، فهسيبه كده كام دقيقة وبعدين هبتدي ان انا امسح. انا سبته على الصينية حوالي 5 دقايق. هبتدي بقى اجيب السلكة وادعك كده بالراحة عشان برضو ما بوص الشغل اللي على الصينية. هشوف بقى الصدى، هو انا بانت يعني وانا بمسح اساسا بانت ان هو ما شاء الله وديلي رجعها لي تاني زي ما كانت كده. انا حبيته اكتر، يعني انا حبيته لما عملت الحنفية، بس كده انا حبيته اكتر بقى علشان ايه؟ رجع لي الصينية اللي انا بحبها بعد ما قلت مش عارف استخدمها تاني، وشال لي الصدى اللي عليها. هي فيها نقط هنا سودة، النقط دي انا عارفة ان هي من الصينية ذات نفسها، يعني الطبقة اللي عليها المطلية بيها الصينية هي اللي طلعت، لكن البني التاني اللي كان منتشر في الصينية ده كله ده اللي كان صدى. فهو عجبني جدا، هو ريحته عاملة زي ريحة الجاز، لو حد بيتخانق من ريحة الجاز يلبس كمامة، لان هو ريحته فظيعة بتقفل على طول. انا كنت جايباه ب 65 جنيه، العبوة 450 ملي، بس عجبني جدا جدا. وده كان رأيي في مزيل الصدى، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.